شكلك مو مبسوطة بنوب. لا بالعكس، وين رح لاقي حدا مثل داود؟ لو ما كانت هي رسائل، يعني قصدي لو ما شفتيها، كنتي لسه بتقبلي تتزوجي داود؟ ما عم صدق، عن جد بتقبلي تتزوجي حدا ملعب مثله؟ حدا ملعب؟ كيف؟ ما فهمت شو قصدك؟ بصراحة يمكن أنا غلطت وكان لازم خبرك من قبل، بس ما قدرت، ما بعرف ليش، أنا خفت إذا قلتلك تفهميني غلط. احكي نرمين، قوليلي شوفي. داود نظراته إلي كانت وسخة، نيته مو صافية صدقيني، مانو مناسب لإلك، فهميني. قلتيلي لا كان إنه مو مناسب ونيته مو صافية، غرتي مني؟ بعرف غرتي مني، ولهيك ألفتي هاي الكذبة. وحدة كذابة. لا أمل، معقول ما انتبهتي على نظراته لداود؟ يلي بيكتب هيك رسالة ما بيكون مثل داود، فهمي بقى. داود كذاب وواحد ملعب وعم يضحك عليكي صدقيني. أه الوقت المناسب. ايه معك حق يا ميسر، أنا كرمال هيك اخترت يكون وقت العرس المساء لأنه بيناسب الكل، رح يكون العرس حلو إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. سامحيني أختي. لا تخاف، رح أحط بنتك بعيوني. آخ أكيد يا رضا بيك، ما بشك بهالشي. يلا بنتي لا تأخريها، هلأ بتشوفوا بعد المساء بالعرس. يلا بنتي مبروك يا بنتي، الله يسعدك. يلا يلا تفضلي. الله معك يا رضا بيك. يلا هلا بشوفك بالعرس. مع السلامة. السلام عليكم. لا تقلق، كل شيء رح يكون منيح إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا يا بيك، بشوفك يا ابني. يمكن بدنا سيارة تانية. يلا بشوفكم. الله معك يا السلامة. بيك مع السلامة. مع السلامة. الله معكم. يا الله يا رب تصبرني على وجعي، أنا ما إلي غيرك. أنت يلي كنت عم تكتب الرسائل؟ لا تقلق يا سليمان بيك، بنتك كأنها ببيتها مثل بنتي وأعز. أمل صارت قطعة مني وأكثر. لا تاخذ هم بنوب يا بيك. إن شاء الله إن شاء الله. أهلا وسهلا. إن شاء الله.
حلوة هالحفلة ها؟ داود أنت عن جد شاعر؟ لا أنا داود بس في أحلامك بالليل أرافقك كظلك. بس شو قلتي؟ عيدي لي يلا. ما فهمت عليكي، أكيد عم تمزح ما؟ الحب الحقيقي بينور العتمة وما بينطفي أبدا. هاد مو أنت يا ربي، أنا شو عملت؟ وين رايحة؟ بابا بابا شو اللي عم يصير هون؟ ما بعرف والله. أمل ارجعي. الإنسان اللي بيمشي بطريق الحب بيعيش، وإذا عاش حياته بلا حب بيموت، وبصير العالم بدون أي معنى بالمرة. أنا عم قلك ارجعي. الإنسان اللي بيمشي بطريق الحب بيعيش، وإذا عاش حياته بلا حب بيموت، وبصير العالم بلا أي معنى. حبيته يا بابا لأنه ما بيشبه حدا. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.